واصفا الكلام عن توغل الجيش السوري داخل الأراضي اللبنانية بالإثارات الإعلامية، أكد السفير السوري علي عبد الكريم علي أن الجيش السوري نفذ عملياته داخل الأراضي السورية لا داخل الأراضي اللبنانية، معتبرا أن هذا الموضوع أعطي أكبر من حجمه. علي وعقب لقائه رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون أكد أن الحدود بين لبنان وسوريا مصلحة مشتركة. لم يثبت حتى في التحقيقات اللبنانية ما يحاول البعض تسريبه بشكل مضخم. المطلوب أن تكون الدولة اللبنانية بمرجعياتها الأمنية أيضا متعاونة، لأن هذا الأمن على طرفي الحدود مصلحة مشتركة للبلدين وللشعبين. هذا وتطرق علي إلى الأزمة السورية الداخلية، فأكد أن مسيرة الإصلاح على قدم وساق. الوفاق الوطني يتسع تظهيره لمواجهة الاستهداف الخارجي، وينعكس يعني تصلبا في تمسك السوريين، كل السوريين، بخيارهم الوطني. من جانب آخر، استقبل عون السفير الروسي الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح.